ديال بن كيران هو نصر الله يجتمع هذه في الكثير من الاشياء. منذ متى يتضامن السني مع الشيعي؟ وتعلاش نهار يفرح بموت حسن نصر الله؟ هو دابا المهدوي ما كاينش حد كيقلقوه قد هاد الشيوخ وهاد الفقراء، هما اللي كيقلقوه. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صديقات واصدقاء. غير كتفاعل بسيط فيما يتعلق بسال ديال حسن نصر الله فيما يتعلق بهذا السيد هذا. انا كنظن بان هناك خلط كاين اللي كيتناول المواقف ديالو السياسيه، وكاين اللي كيتناول الجانب العقائدي. فاش كنشوف كنتكلموا على السياسه، هما اساسا سميتهم حزب الله، يعني هما حزب على باز، يعني هما كيديروا السياسه. الوغ اي واحد كينتمي لتنظيم سياسي فهو كيدير السياسه بمعنى انه بعض المرات يتنازل، بعض المرات لا يتنازل. المهم المواقف ديال التنظيم ديالو هذا مع المصلحه، هذا هو الحزب. كنشوف كنتكلموا بمنطق الدوله كتقلب على المصلحه ديال المواطنين ديالها، دونك كتفونسي فشي حوايج، كتكراتي الفيتاس في حوايج اخرين على اساس انها متبوعه بمواطنين. دونك هاد السيد هذا وهاد التنظيم اللي كينتمي ليه كيديروا السياسه وكيخدموا المصالح ديال دوله ايران، وهادشي كلشي كيعرفوا. دونك هو حزب لبناني يمثل ايران ولا كيخدم المصالح ديال ايران. ولعل هذه هي نقطه التلاقي ما بين حزب الله وحزب العداله والتنميه، لان حزب العداله والتنميه قالك هو عنده الانتماء للامه. شكون هاد الامه؟ واحد شويه كنبداو كنفهموا علاش من الامه، علاش كيهضر هاد الحزب هذا. قلنا مثلا عبد الاله بن كيران يلتقي مع حسن نصر الله في هذه المساله هذه ديال انه هذاك اللبناني كان يخدم مصالح ايران، وان هذا بن كيران هذا مغربي يخدم مصالح. هنا تنجي واحد بوان دانتيغوغاسيون، وهذاك بوان دانتيغوغاسيون شحال حنا تنسولوا راسنا مع من هذا السيد هذا، مع من هو فايده به؟ كيقولنا انا مع من انا. الحزب التوام ديال العداله والتنميه المغربي هو حزب الله اللبناني، هذه هي التوأم. هذيك التوأم اللي كانت ديال المدن، هذا الحزب التوأم. والتوأم ديال بن كيران وهاد نصر الله يجتمعان في الكثير من الأشياء، منها الانتماء في الوراق جغرافيا لواحد البلاد، وعقائديا الانتماء إلى جهات أخرى. دابا السؤال الذي يطرح نفسه، ماشي علاش هاد خينا هذا خرج كيبكي حتى قتلوا ليه صحابه، قتلوا ليه هذاك هانية وقتلوا ليه دابا هاد خينا هذا خرج كيتباكى، خاصو كيكون هو ديجا غزال وكيكمل اللي خاصو فاش كيزيد كيبكي. ما نعرفش شكون اللي قال ليه زعما بانه هذا الاسلوب هذا راه اسلوب من ينفع، هذا الاسلوب ينفع مع من يحبوك. هذوك كيبغيوك ولكن ما كيبغيوكش تفقس، ما كيبغيوكش تبكي. اما نتايا غير محبوب بالمره زيد بالبكاء. منذ متى هذا السؤال ميتافيزيقي، منذ متى يتضامن السني مع الشيعي؟ هنا نجيو نهضرو في العقيده اللي ما كايناش العقيده عند هذا السيد هذا اللي قال لك يمثل تيارا اسلاميا في المغرب، ما عندش العقيده. العقيده ديالو ماشي مشكوك فيها ولا الجن الجواب، العقيده ما كايناش. عقيدتنا حنايا كاملين بينا مسلمين صالحين ومسلمين عصاة، العقيده ديالنا هي الاسلام، والمذهب ديالنا هو المذهب المالكي، ونحن سنه. والسني النقيض ديالو هو الشيعي، ما فيها لا إنا ولا حتى، وما فيها نقاش وما فيها جدال. واحد كيآمن بأن الوحي كان من المفروض أن ينزل على سيدنا علي، وأن سيدنا جبريل قد أخطأ. قال لك أخطأ سيدنا جبريل، هو جايب الرسالة، جايب الوحي، الرسالة السماوية، قال لك أخطأ. هذه القصة ديال هاد الشيعة ديال هاد مالين الأرزوز. عاد ما يجيزونه فيما يتعلق برمضان، عاد ما يجيزونه فيما يتعلق بنكح الأموات، عاد السب والقذف في حق امنا عائشه. هذا اللي كيمثل هادشي كامل ويمارس السياسه وعنده حزب قال لك سميتو حزب الله، وحاشا ولله ان يكون ذلك الحزب حزب الله، كيمارس السياسه بهاد العقيده هادي. ها غريب بهاد الامر هذا، راه كيخرج لك بالتخبه، كيخرج لك بهاديك الرزه سميتها الكحله، كيخرج لك بالصيفه، كيخرج لك لابسه زي رسمي ديالهم ديال الشيعه، يضرب في ثوابت الدين الاسلامي، كيضرب فيه. كيجي كيقول لك الاخر هذا خوتي المغاربه تماشيا مع منطقه الابدي، كيقول لك لا حنا ماشي شغلنا في العقيده. لو قال لك ما كاينش الدليل باش عرفتوا بانه هو نصر الله كان كيقول هاد الهضره هادي،
بس عرفتوا كان كيقولها. واش عندكم شي دليل؟ بحال تماما بحال دوك الالاعيب اللي كان كيمارس فيما يتعلق بهذوك الصحفيين اللي كانوا معتقلين على خلفيه قضايا حق عام. كيش كيدير تدليس هذا السلم هذا. بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا كيقول لك مالي انا معاه مالي معاه بحال هادشي دابا تماما. هو كيامن بانه يشوفي انك تكون نتايا كتحارب واحد كنعتبره انا عدو ديالي باش انت خاصك تكون صاحبي. عمر الدوله المغربيه تمشات بهذا لو برينسيپ هذا. هذاك الشيء علاش ديما عندها واحد المكانه عاليه وعندها واحد الاحترام كبير جدا في المنتظم الدولي. علاش؟ لانه دوله عندها قيم، عندها توجه ثابت لا تزيغ عنه قيد انمله. راه ماشي لانك انت يا تخدم مصالحي ضد واحد اخر كبالضروره انت يا صاحبي كل حاجه بوحديتها. وماشي لانه هذا الحزب كيقولوا عليه شي وحدين حزب اللات، هذا الحزب هذا لانه كيحارب اسرائيل ولا كيقول على راسه بانه كيحارب اسرائيل. انا حتى هذه المساله فيها نقاش. صافي حيت هو زعما كيحارب اسرائيل صافي هو صاحبي جوب لو تو وندير يديا في يديه الوغ كو هو العدو ديالك عقائديا عدوك. ايوا دابا هاد الناس هادو خارجين كيتباكاو قال لك حكاو الواد علاش وكيفاش هو حقهم يبكيو ماشي مشكل ولكن لا اش غير هما كيتباكاو لا قال لك علاش وحدين اخرين يحتفلوا وانتايا سلمنا جدلا بان عندك الحق انك تحمق كيف ما بغيتي وتعبر على السطيه ديالك والعبث ديالك كيف ما بغيتي علاش غشبك نتايا الناس اخرين لا قال لك هو كيكريتيكي في النهاري وانت علاش النهاري يفرح بموت حسن نصر الله قال لك حقوقيا هادشي لا يجوز. تسمعوا كيهضر على حقوق الانسان تبات فايق قبل نعاس انت كتسمعوا كيهضر على حقوق الانسان تقول واو ولا علاقه له بحقوق الانسان. حقوق الانسان فيها الحريات الفرديه. واحد قال لك يستكثروا على المراه المغربيه انها قادره انها تخش على ريزو سوسيو تعبر قال لك دابا قال لك جاي قال لك بغا يهضر بمنطق حقوقي فينا ما حقوق الانسان انت عندك فيا ما طلع عاد غادي تحضرهم دابا ونتبعوك حنايا في هادشي اللي كتقول. لو انا ضحكني هذاك الشيء اللي تنقولوا له حنايا الانتقادات ديالنا جاي كيقولوا من الاخر كيقول له وكيفاش دابا نتايا كتعبأ الراي العام وكيفاش هو دابا المهدي وما كاينش حد كيقلقوا قد هاد الشيوخ وهاد الفقراء هما اللي كيقلقوه. علاش؟ لانه هما ضابطين المسائل الدينيه فاش كيتخارج معاهم كيلقى راسو ما عندوش جمهور وسيرتو في هاد المساله هادي اللي عندها علاقه مع ايران. دايوغ انا عمرني فهمت واحد المساله كاين شي ناس باغينا نصاحبوا صحه مع شي ناس اللي الدوله ديالنا ما مصاحباش معاهم. قال لك حكاو الواد ما نعرفش ليش عندهم الرؤيه صحه انا بغيت نبيع لك انا واحد الدوله هنايا وسوف اسوق لواحد الدوله نقول لك راه مزيانه واخا بلادك نتايا اللي كتعرف احسن منك ومنهم كاملين مخاسمه معاها مقاطعه معاها. لا حنا بغينا ما نعرفش داكشي حنا بغينا نكون حنا هما الخيط الابيض حنا هما نسيم الحر حنا ما عندنا لا معطيات لا والو حنا بغينا نديرو الخيط الابيض. الخيط الابيض تتلقى فينا المهم مؤدى عنه وهناك مصالح وشركات وما نعرفش داكشي ثاني خليوني ساكته. لا ايران باغيين يبيعوا لك صحه بلدان اللي الدوله ديالك انت طايفه معاهم والمذهب ديالك ضدهم وباغيين يبيعوهم لك صحه. وماشي غير فقط باغيين يبيعوهم لك صحه مي باغيين يتخاصموا مع اي واحد عنده منطق مختلف. ايوا راه البيزنس هذا ولا ما نعرفش هاد العشب هذا ثاني انا هادشي راه يخضبوني كثيرا وما فيهاش ما يشعل. غريب جدا هذا جو سي با كتبوا لنا في لي كومونتير اش بان لكم واش هادشي يستقيم ولا لا يستقيم. علاش نتايا النهاري علاش تخرج فرحان وانت مالك وانت علاش غتخرج زعفان انت علاش انت خارج زعفان انت خرج زعفان هو يخرج فرحان وانا جون ريان افوت وواحد اخر ايرونا كيلكو شوز افوت وهكذا الايام. فينا هي التعدديه هادي تبداو تزهيتوا على بنادم التعدديه وانتم لا تؤمنون بالتعدديه ديال الاراء دو سا سكو سا ولا يني مشكله هادي غتنوض قرباله على بعد اميال واميال واميال خاصها تقرب لعندك انت هنايا الداخل هنا هما هذاك الريسيبيون اللي كيجمع كل هي كلهم المشاكل ديال العالم غنجيو غنتريتيهم حنايا وغنتخاصموا عليهم من الفوق. اش كيجيو هاد الناس هادو لا ندري لا نعلم ما نعرفش كيجيونا والو غنتفقسوا عليهم في بلاصه ما نجيو نشوفوا كاس كيسباس عندنا حنايا غنقابل انا يا ايران بوزه فرقعوه بصاروخ وهو فرقع بصاروخ وحدين اخرين قبل ذلك وما نعرفش داكشي دار في سوريا سياسيا هو سميتو قاتل ديجا ياك وعقائديا ترى ما مسلمش اخويا هو وكتلقى بانه كاين واحد الامتداد ايراني في المغرب هما اللي جايبين لنا وحدين عندهم امتداد ايراني جايبين لنا ايران وحدين عندهم امتدادات شيوعيه ديال الاتحاد السوفيتي باقي عاقلين علاش النمل حتى هما جايبين لنا هذاك الشيء هنايا ولا
المغربي جايب لي كلما الايديولوجيات كيطيفوا عندك. واش ماشي هادشي غريب وعجيب؟ كيقول هذاك الشيخ النهاري كيقول له ودابا نتايا اشنو درتي؟ واش نتايا تقتل لك شي حد؟ واش نتايا طاح عليك صاروخ؟ شنو حققتي في الحياه؟ شنو؟ وانت هاد الهضره هادي تنقولوها لك حنايا، تاش درتي نتايا؟ تقول لي دوزت الحبس، دوزتي الحبس لانك درتي علاش؟ ولكن ضحكت والله العظيم انا ضحكت. كيعجبني فاش كيتعصب وهو كيتعصب، شفتو كيتعصب مع هذا الفقا. داك السؤال اللي يطرحه نفس هيك وقال لك كيطير كيجي في عباد الله من كل فن طرب، علاش ما جابش هذا الشيخ النهاري ومعاورو؟ علاش؟ وما قال لنا واش عيط ليه والاخر ما بغاش، ما قالنا والو، ما جابوش. واش عطى لراسو الفرصه انه يجيبو ولا دابا هاد الدخله هادي اللي دخل فيه تمنعو ذلك؟ وقايله من انه يجي يستضيفو اون فري. شكرا جزيلا لكم صديقاتي اصدقائي والى اللقاء.